هنتكلم في المحاضرة دي عن التأثير السلبي لبرامج التثبيت والتكييف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على البعد الاجتماعي والطبقة الوسطى في الدول النامية. عايزين نعرف أسباب لجوء الدول النامية لهذه المنظمات الدولية. مع تفجر أزمة المديونية الدولية في النصف الأول من الثمانينات، وفي ظل عجز الدول المدينة على دفع أعباء ديونها الخارجية للمؤسسات المالية الدائنة، فبدأت تلجأ إلى هذه المؤسسات، إلى صندوق النقد الدولي للقيام بدور الوسيط بغرض دراسة مطالب هذه الدول وتأجيل مواعيد السداد وخفض أعباء الديون. وكان الطريق للاتفاق هو تنفيذ برامج التثبيت الهيكلي والتكييف الهيكلي وراء البنك والصندوق، أن الأزمات سببها أخطاء السياسات الاقتصادية الكلية التي اتبعتها تلك الدول، وهو ما تطلب إصلاحات في صورة برامج التثبيت والتكييف الهيكلي حتى ولو كانت بتكلفة اجتماعية كبيرة. هناك 3 محاور في برامج التثبيت الهيكلي: سياسات متعلقة بميزان المدفوعات، سياسات نقدية، سياسات متعلقة بالموازنة العامة. وبالنسبة لبرامج التكييف الهيكلي تشمل 3 محاور، وهي تحرير الأسعار، حرية التجارة، والتحول نحو التصدير، الخصخصة. ولاحظ أن هذه السياسات سواء تتعلق ببرامج التثبيت والتكييف لها طبيعة انكماشية. وهناك رأيان في الآثار السلبية لبرامج التثبيت والتكييف. الرأي الأول ويعكس خلاصة الآثار السلبية، الرأي الثاني ويعكس وجهة نظر البنك والصندوق في الآثار السلبية. الرأي الأول أن هناك العديد من الآثار السلبية لتلك البرامج، وأهمها انحياز تلك البرامج لعامل رأس المال وانكماش حجم الدولة والحكومة وضعف دورها في الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم البطالة والحرمان البشري وتدهور أحوال محدود الدخل وتدهور الشريحة المتوسطة والدنيا من الطبقة الوسطى. الرأي الثاني وهو رأي الصندوق والبنك، يعترفان بأن لتلك البرامج تكاليف اجتماعية، ولكن بأن الآثار السلبية في التأخر في تقبل تكلفة تلك البرامج سيترتب عليها عبء أكبر في المستقبل، وبالتالي فهي تكلفة لا مفر منها. ويرى البنك والصندوق أن العبء سيصبح أكثر ثقلاً في حالة عدم تنفيذ تلك البرامج، وسيزداد عمق التشوهات. ولكنه دعا حكومات الدول لتطبيق برامج للمساعدة الاجتماعية كبرامج مكملة. كما رأى أن تقلص الدولة دورها وتتدخل بصفتها سلطة وليس منتجا. خلاصة الجدل وخلاصة الخبرات العملية، أثبت التاريخ الاقتصادي المعاصر أن بعض حالات الدول التي طبقت برامج التثبيت والتكييف لم تتحسن بالقدر الكافي، ومن ثم تصاعدت موجات الانتقاد الموجهة لتلك البرامج.
وتتمثل أهم الآثار السلبية لبرامج التثبيت والتكييف الهيكلي في بالي. أولا، تزايد معدلات البطالة. والتي نتجت من تراجع دور الدولة واتباع سياسات كماشية بعدم تعيين الخريجين وفرض الضرائب بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية. كما أن برامج الخصخصة وبرامج تحرير التجارة أثرت سلبيا على أعداد العاملين. ويتمثل الأثر الثاني في انخفاض الإشباع للحاجات الأساسية نتيجة انخفاض النفقات ذات الطابع الاجتماعي وتخفيض المجالات الموجهة لدعم الفئات محدودة الدخل، وإلغاء الرقابة على الأسعار، وإلغاء التدخل الحكومي في الأسواق، بالإضافة إلى تدهور أحوال محدودي الدخل والفقراء نتيجة إلغاء الدعم وزيادة الضرائب. وبالنسبة للتأثير على الطبقة الوسطى، يلاحظ أن الطبقة الوسطى تتكون من ثلاثة شرائح: الشريحة العليا، الشريحة المتوسطة، الشريحة الدنيا. الشريحة العليا وأفرادها هم النسبة الأقل من كتلة الطبقة الوسطى، تضم العلماء والباحثين وأساتذة الجامعة وأصحاب المهن المتميزة كالأطباء والمهندسين. يحصل أعضائها عادة على دخول مرتفعة يتميز نمط استهلاكهم بالتنوع. بالنسبة للشريحة المتوسطة، تضم عدد أكبر، تضم أفراد يعملون بمرتبات ثابتة أو شبه ثابتة ويشغلون وظائف إدارية في الحكومة وفي البنوك وغيرها، وتضم عدد كبير نسبيا. أما الشريحة الدنيا تضم عدد كبير من صغار الموظفين ومن يعملون لحساب أنفسهم، ويعتبر أفرادها من ذوي الدخول الثابتة والمحدودة، ويمثل أفرادها غالبية الطبقة الوسطى. ويلاحظ أن الشريحة العليا من الطبقة الوسطى قد يتحسن وضعها نسبيا نتيجة صرف بدلات وعلاوات ورفع أسعار خدماتهم، بالإضافة إلى إمكانية قيامهم بالادخار. أما الشريحة المتوسطة فقد ساء وضعها جدا بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور المرتبات. أما الشريحة الدنيا فخرجت من هذه الطبقة إلى طبقة الفقر أو ما دون ذلك. الخلاصة أنه باستثناء الشريحة العليا من الطبقة الوسطى، فإن الجمهور الواسع من الطبقة قد تأثر سلبيا مما دفعهم إلى الهجرة خارج الوطن أو البحث عن عمل إضافي أو مزاولة أعمالها المعيشية أو غيرها.